السلام عليكم. جارمن الاوفرلاند، جارمن الاوفرلاند طبعا هو الجهاز يجي بحجم 7 انش، وحاليا تم فك تشفير الجهاز، نزلت عليه برنامج نافيتل مال بر الكويت وبر السعودية كامل، ونزلت عليه نسخة الجوجل ماب، حاليا يدعم جوجل ماب، يعني عندي الاكسبلولر مال البر، وعندي الدرايف مال الجارمن، وعندي جوجل ماب. جوجل ماب عشان يشتغل لازم يكون عندي انترنت من خلال الواي فاي، وهذا برنامج الايجو النكست جين الجديد. تمام، النسخه حقه الخليج والشرق الاوسط كامله على سكيم بوم الجديد. شايفين النسخه 3D كامله، نفترض عليه عنوان، نقول مثلا سلوى، هنقول مثلا صلاح الناصر 4. شايفين ما شاء الله، لا اله الا الله، تفصيلي 100% البرنامج الجديد. اقدر ادخل عليه احداثيات ويمشي معايا حال وحال الجارمن بالظبط. رقم 2 النافيتل، الكل عارفه طبعا، هذا حق البر، مخصص للبر، بر الكويت وبر السعودية كامل. شايفين ما شاء الله كامل، اقدر اضغط مثلا على اي مكان، مثلا مكان المؤشر انطلق يرسم لي خط الطول في البر امشي عليه. اوكي، اعادة احتساب المسار، البرنامج قراءة وكتابة باللغة العربية. ابي كنسل المسار، فاهمه مسار اسطول، اي مكان ابي اسجله اضغط على علامة السهم طبعا، اللي هنا يكون عندي نقطة خلق، واجي هنا على مقاومة بحث موقع المفضلة ومسجلة عندي داخل الجهاز. هذا بالنسبة لبرنامج النافيتل. تمام، برنامج الأسمنت بعد نزلته كامل في بر الكويت في بر السعودية، تفصيلي شامل، التضاريس كل شيء كامل. يعني نفترض أنا حاليا قبضت الخريطة شوية، طلع للتضاريس، شايفين يدعم التضاريس، يعني حتى أسمنت نزل كامل. حاليا يعتبر جهاز جارمن الأوفرلاند هو الوحيد اللي يدعم يعتبر أنظمة الأندرويد الجديدة، ويعتبر حاليا هو الجهاز الوحيد اللي يقدر يتقبل الـ 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 البرامج الإضافية، مو نفس الأجهزة الجارمن العادية اللي يجي بس سيستم جارمن. هذا الجهاز حاليا تم فك تشفيره، نقدر ننزل عليه حتى واتساب يوتيوب لو تبي تنزل، اقدر انزل عليه حاليا 100%. بالنسبه لخرائط الوكاله، تمام، خرائط الوكاله، الاعدادات، ملاحه، وبالنسبه الخريطة والمركبة ماي مابس. ماي مابس هذه خريطة بر الكويت 2020 كاملة، وهذه خريطة بر السعودية دار موجة 2020، وهذه خريطة السيارة لحد الآن، هذه 2017 ما عندي لها تحديث صراحة من السيارة، بس هذا 2017 آخر إصدار وصل لحد الآن. دار موجة عندي هذا الجديدة 2020، الملفين هذول، وهذه بر الكويت 2020. والجهاز طبعا الاوفرلاند فيه ميزه انه يتحدث اوروبا وامريكا والخليج مدى العمر عن طريق الواي فاي بدون اي تشفير. حاليا تم فك التشفير كامل، يعني تقدر تحدث اونلاين 100% ولا اي خريطه تسكر عليك ابدا ابدا ابدا. وسلامتكم والسلام عليكم، واللي عنده اي استفسار حيا الله.